سعاد حسني دي كانت عايشة بدون ما تفكر. الهلية كده. يعني تيجي التصوير معاها ترمس وتقول لي مش عايز شرب الكوارع. لو شرب ايه اللي هيجيب شرب؟ تقول لي معايا ترمس فيه ملوخية. تيجي الترمس جايبة ترمس فيه ملوخية وترمس فيه شرب. كانت الهلية قوي طيبة. طيبة قوي 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 سعاد دي. ودمها زي الشربات. انما كانت عبقرية بشهادة فاتن حمامة. فاتن حمامة قالت السينما قدامها كتير عشان تجيب واحدة في براعة سعاد حسني كممثلة وحضورها كممثلة. هي كانت يعني لحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لكن هي في حياتها كانت تعيسة جدا جدا جدا. كل زواجاتها كانت للأسف الشديد فاشلة. أنا كنت زي أخوها يعني تكلمني الساعة 2 الصبح تقول لي الحقني صلاح قريب حيموتني، أجري بالبيجامة والشبشب على أسداد. أه والله أكلم أخوه يجي يروح لها الساعة 2 بالليل نخبط على التعود عشان نلحق الخناقة. كانت طيبة وهي الهلية. أنا كنت أقول لها بطل العبط بتاعك ده، فكري شغلي مخك، ربنا إدانا مخ. شوف نادية لطفي بتعمل إيه، تحسبها بالسنتي وبالملي. تقول لي ما انا كده، انا شخصيتي كده اعمل ايه؟ الله يرحمها كانت ممثله ما تتعوضش، وفعلا ما تعوضتش لغايه دلوقتي رغم ان في بنات كتير قوي طلعوا بعدها، لكن هي لغايه دلوقتي سعاد حسني تظل سعاد حسني. ما هو يا جماعة أستاذ حسن بيفضل إن إحنا نكون نكتفينا بهذا القدر للأسف. أستاذ تامر معانا. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ولازم إن إحنا يعني نعذره الجو حر والقعدة حمارة إيمان. شكرا جزيلا.